فضيلة الشيخ وفقكم الله، التحذير من علماء الضلال وأصحاب الفكر الضال وأهل الأهواء، هل يعتبر من قبيل الغيبة والنميمة؟ وما الضابط في ذلك؟ إيش؟ يقول التحذير من علماء الضلال. إذا كان عندك علم وبصيرة من الكتاب والسنة وعندك معرفة بالخطأ والصواب والضلال وعندك مقدرة على البيان، فلا بد أن تبين، وليس هذا من الغيبة والنميمة، هذا من النصيحة. لكن إنك تقعد وتجرح الناس، تجرح الناس وتنقصهم، وفلان ما في خير وفلان، هذا ما يجوز ولا يأتي بخير، هذا يزيد الشر شرا. هذا ما يكون إلا من أهل العلم والبصيرة وأهل الطريقة الصحيحة في الإنكار والرد، ما يكون لكل أحد. نعم.